السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في فيديو جديد. يا رب إن شاء الله يسركم الفيديو هذا وأنتم في أتم الصحة والعافية. أمس أو البارح كان يوم السبت. رحت طبعا، أنتم عارفين وإحنا بنبحث عن، يعني حاليا بنجهز لفرح أخوي وكذا، فبنشوف الفساتين، بنشوف كل مستلزمات الفرح. هو مش فرح اللي بنحضر له، بنحضر لعقد القران للخطوبة أو للملكة، فلسه الفرح شوية كمان إن شاء الله. فطبعا رحت سوق عندنا اسمه سوق المرجان في جدة. السوق هذا معروف طبعا، في حاجات حلوة، في فساتين، في عزكم الله أحذية السهرات، شنط السهرات، في ملابس، في كل شيء، يعني تقريبا متكامل. في محلات عطارة، في محلات مكياج، في محلات كثير. يعني انا صورت جولتي فيه بس لاني ما كملت، ف يعني انا لما رحت صورت منه، وكانت رحتي مستعجله، يعني دوبك اخذت كذا غرض بس معين وطلعت، فكان لابد اني ارجع. فاللي صورته يعني ما اقدر اعرضه، يعتبر حاجه بسيطه يعني، فحرجع ان شاء الله على الويك اند الجاي وحكمل تصوير الجوله باذن الله، او الفلوج في السوق، يعني حكمل جزء ثاني اصوره وانزل لكم هو مع بعض. بس في الفيديو هذا اليوم انا حبيت اني يعني، بس انا دخلت كذا امس محل كذا على الماشي، كان بيبيع يعني عطورات واكسسوارات وحاجات زي كذا، ف عفوا، فاخذت شويه كذا حاجات حبيت اشارككم هي، عشان من زمان انا ما عملت فيديو مشتريات، والفيديو هذا انا محبب عندي واكيد محبب عند ناس كثير، فحبيت اني اعمله. هي مشتريات بسيطه، يلا نشوفها مع بعض، وبإذن الله إذا رحت الويكند الجاي وكملت جولتي في السوق كامل، صورته كامل، بإذن الله إني راح أنزل لكم الجولة كاملة فيه. هذا تغليفهم بالنسبة للقزاز. أول حاجة أخذتها هي كانت هذا الفنجان، يعني فنجان صغير، الفناجيل التركية هذه، شكله مرة حلو بصراحة زي ما انتم شايفين. شوفوا كان سعره ب 15 ريال و75 هللة. شوفوا كيف قزاز وكذا، زي الماربل، عبارة عن ماربل او رخام، زي الرخام هذا هو زي ما انتم شايفين، ولونه كذا بيج، ماني عارفة اذا كان موضح معاكم في الاضاءة لونه. حبيته مرة، وهو صغير دوبك حق قهوة تركي يعني، او يدوب بس قهوة سوداء حاجة زي كذا. كمان من ضمن الأغراض اللي أخذتها من عندهم كوب ثاني برضو كان مغلف، هذا الكوب مكتوب عليه هابي لايف، حياة سعيدة زي ما انتم شايفين. لا هذا يصلح للنسكافيه، للشاي، حجمه أكبر، وكان سعره 20 ريال صراحة. راح أنا صورت لقطات من المحل، المحل صراحة يجنن، رائع رائع جدا. في نفس السوق في منه 3 فروع، أنا صورت لكم منه، فحتشوفوا إن شاء الله الأكواب والحاجات الحلوة اللي صورتها معاه. كمان هذه الملعقة زي ما أنتم شايفين أهو، كمان من ضمن الأغراض اللي أخذتها، أخذت أدوات تجميلية من عندهم لأنه محلهم شامل في كل شيء. أخذت هذه الفرش، خمسة، أيوة 5 فرش، كلها خاصة يعني بمنطقة العين، الآي شادو يعني. أنا عندي يعني فرش كثير بس أحس إنها أغلبها يعني البلاشر وكذا والفاونديشن لكن هذه شوفوها كيف أشكالها، اللي هي هذه أنا ماني حابة أفكها توسخ، اللي هي هذه بتعمل تحت العين، تحت الجفن السفلي، وتبعث الدمج، وبرضو اللي تنحط صغيرة هذه زوايا العين، يعني كاملة 5 حبات لمنطقة العين كاملة، كان سعرها برضو ب15 ريال. برضو عندهم يعني مكياجات وحاجات تجميلية، أخذت من عندهم هذا البلاشر، نحس الإضاءة ضعيفة، دقيقة أحاول إني أقوي الإضاءة. أنا أخذت من عندهم هذا البلاشر، لونه كذا عودي، عجبني لونه، حسيت لونه كذا مختلف.
صح لونه غامق بس انا حبيته. هذا هو معطيكم هنا، ما ادري معطيكم لون على بني. لا هو مش بني، هو على عودي، هو جاي على عودي اكثر، فحسيت من اللون هذا ما هو عندي فاخذته. يعني برضو اخذت من عندهم هذا القلم، انا افتكرت انه قلم كحل، حبيت انه كذا ينبرم، ما احب اللي برا متعبه ويبغى لها تبريد وتتكسر. شوفوا رسمته، افتكرته صراحه انه كحل بس طلع مكتوب عليه، انا ما قريت في المحل، لما قريت هنا في البيت طلع مكتوب عليه ايبرو جيل، يعني رسمه حواجب، طلع مكتوب عليه رسمه حواجب. ومشكله لونها اسود، فانا ما برسم حواجبي طبعا بلون اسود لانه حواجبي خفيفه، محتاجه لون خفيف، الاسود صعب يعني حيطلع مظهر فيك او مظهر يعني مبالغ فيه. بس حجربه كحل يزبط ولا لا، او ممكن استخدمه يعني استخدامات ثانيه، يعني ممكن استخدمه مع الظلال مع، بس انما حواجب لا ما اعتقد اني راح استخدمه لانه لونه اسود، فما اعتقد اني راح استخدمه للحواجب. وكان سعره 13 ريال. برضو اخذت منهم هذا الايلاينر اللي هو زي ما انتم شايفين كذا جليتري شويه، مكتوب عليه، بشوف اذا كان مكتوب عليه هو يعني استخداماته، هو مو مكتوب عليه بس هو عموما شوفوا حتى اللون من فوق جليتري، في جليتر زي كذا، هو مو واضح يمكن معاكم، جليتري هو نوعا ما. راح اوقف الفيديو احاول اشغل اضاءات الغرفه كامل. فزي ما انتم شايفين كذا هو في لمعه خفيفه، في لمعه خفيفه يعني ممكن تحطيه على الجفن، ترسمي فيه على الجفن، ترسمي فيه من فوق كخط ايلاينر بيطلع حلو، ممكن حتى في الجفن الداخلي من اسفل العين. سعره صراحه مو مكتوب عليه، ما ادري كم سعره. برضو اخذت هذا اللون من المناكير زي ما انتم شايفين، هذا هو اللون، لونه حلو اللي هو اللون كذا اللي هو اللحمي. كان عندهم عرض على المناكير، كل مناكير عندهم سعرها 5 ريال، عندهم ألوان حلوة. أخذت هذا التنت، أكيد كلكم تعرفوه طبعا، هو مش بنفيت الأصلي، إحنا عارفين إنه هذا التنت هو أصلا من شركة بنفيت. طبعا هو كذا لون، أخذت رقم 3 طبعا، تبع بنفيت غالي جدا، بس أنا من زمان نفسي أجربه وقلت حجربه أشوف اخذه من المحل هذا واجربه، احطه على شفايفي واجرب كيف. لو عجبني يمكن اروح اشتري الاصلي من بنفيت. برضو والله ماني عارفه سعره، مش مكتوب عليه. برضو اخذت هذه المساكتين او الكليبسات، كليبسات الشعر، حبيت ان لونها ذهبي. كمان اخذت هذا الخاتم، حبيت كذا حكايه اللون الفيروزي فيه، الفستان اللونه فيروزي عجبني. واخر شيء اخذت هذه الاسواره ذهبيه وشكلها حلو، يعني اللي اشوفها في اليد لامعه ما شاء الله وحلوه، بفتكرها انها ذهب بينما هي يعني اكسسوار مش ذهب. بس هذه هي الحاجات البسيطه اللي انا اخذتها، ان شاء الله يا رب تكون يعني الفيديو عجبكم. ان شاء الله زي ما قلت لكم راح ارجع الويك اند هذا ان شاء الله، وراح اكمل تغطيتي منه بحيث اني اعمل لكم جوله كامله شامله من السوق تتعرفوا عليه وتشوفوا الحاجات والبضائع اللي فيه باذن الله. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا حبايبي تحطوا اللايك، طبعا ما استغني عن كومنتاتكم الحلوه، واللي ما اشترك في قناتي وجالس يتفرج في الفيديو ولسه ما اشترك يا ريت يضغط زر الاشتراك ويفعل الجرس ويكون معي.